أنا اسمي شاكر إبراهيم من شركة مصانع الدهانات الوطنية مجموعة الصيغ. مشروعي كان بيقوم على عبارة عن نظام تصميم تطبيق ألوان بتصميم 3D. نشرح شوي عن الرؤية وعن الفيجن. لا كرؤية الشركة كان عندنا أن تكون منتجاتنا متميزة ومتنوعة وتشكل الخيار الأمثل تفضيل لدى العملاء. أن نكون مميزين عند العملاء بمجال الدهانات. إذا كان رسالتنا الرسالة كانت يعني التميز بإنتاج الدهانات السائلة ودهانات البودرة وذلك بمواصفات عالية الجودة وباستخدام تكنولوجيا صناعية متقدمة توفر الأحجام والقياسات والتركيبات الملائمة لتوقعات ورغبات العملاء. كل مقاييس طبعاً اللي بيحتاج عبوة كبيرة أو بيحتاج عبوة صغيرة كله راح يكون متوفر من خلال أيدي عاملة كفؤة ومدربة ومنافذ توزيع بيع منتشرة في مختلف مناطق المملكة. السيجمنت اللي احنا استهدفناها كانت عبارة عن سكان المنازل اللي هي الفاميليز بمنطقة عمان وضواحيها، كانت عبارة عن أصحاب شركات المقاولات وكذلك اللي هي الدهيني على مستوى العمال في الدهان. طبعا كان البرنامج هو ألوان على الكمبيوتر يسمح للمستخدم برسم تقريبي للمنزل المراد دهنه وتطبيق حاسوبي للألوان المختارة من ألوان الدهان ليستطيع نحكي العميل أو الزبون الحكم على اللون مباشرة مما يساعد باختيار الألوان وعدم اختيار لون بالآخر ما يزبط عنده. يعني هذا كان اللي هو أهم نقطة حساسة إنه أنا ما يكون في عندي إني بدفع فلوس مقابل أنا إشي ما راح يزبط عندي كلون. البست اللي احنا كان عندنا فيه شيء اسمه العامل الاقتصادي، كان عندنا اذا كان ارتفاع الاسعار راح يكون علينا كثير كثير سلبي. تمام ايه طبعا ارتفاع الاسعار راح تغلي المواد الخام، المواد الخام تدخل بالانتاج راح ترتفع زياده، راح يعني الناس اللي عم بيشتروا دهان ما راح يقدروا يشتروا بنفس الفتره السابقه اللي كان فيها وضع الدهان كثير ستيبل. إذا كان عندي إذا كان classification thread opportunity راح يكون بالنسبة علي راح يكون تهديد ليلي. إذا كان طبعا الوزن تبعه راح يكون عالي جدا راح يقلل عندي المبيعات بشكل كثير رئيسي. عندي السوت analysis عندي تعدد الألوان والأنواع راح تكون بالنسبة لي راح تكون opportunity. بتميز على ديلوكس اللي أنا تعدد الألوان عندي أنا تقريبا 1200 لون وديلوكس عندهم 955 لون. عدد الألوان عندي بالتصنيفات اللي بسموها درجات اللون أكبر بكثير من درجات ديلوكس الموجودة. وجود نماذج 3D اللي هي تكون جاهزة طبعا راح تكون opportunity لإلي طبعا من خلال تصاميم كمبيوترية. جودة المنتجات طبعا كان فيما سبق أنه ديلوكس متفوقين علي شوي بالجودة. تمام هلا طبعا هاي لازم تكون عبارة عن الثريد لإلي أني أنا كمان أصير أفضل منها بالجودة. خدمة ما بعد البيع كمان نفس الشيء. تمام إن أنا أنشأت عملنا ما نحكي مكان في شارع مكة وإنه بتابع خدمة ما بعد البيع للعملاء. الاستراتيجية عندي كان أنا اللي هو كان بناء وحدة التسويق والتركيز على إجراءات التسويق والترويج وتخصيص ميزة العرض بنظام 3D. كان في عندي اللي هو بناء قسم خاص للعرض من خلال تصاميم 3D. إني أنشئ قسم خاص وأجيب مصمم يكون يعني نفعل اللي هي نظام 3D بشكل فعلي. طبعا بناء وحدة توكيد جودة والتركيز على جودة المنتجات. كان عندنا بناء قسم خدمة ما بعد البيع لمتابعة الزبائن وتأكد مدى رضا الزبائن. هذا كان طبعا شيء أساسي إن يكون نحسن حالنا لأفتر سيرفيس. بالضبط عندي إجراء خاص بعملية البيع يضمن العرض بنظام 3D. هذا كان الأساس عندي. كان عندي اللي هو إجراء خاص بعملية البيع يضمن العرض بنظام 3D. إذا جينا على الفاينانس هو عبارة عن زيادة العائد لإلي. تمام التارجت عندي كان 10,000 دينار شهري بقيسه من خلال تقارير شهريه والانيشيتيفز راح يكون عباره عن زياده سحبات العملاء. اذا جينا على الكاستمر هي زياده سحبات العملاء عندي 12.5% بدي ارفع انا زياده سحبات العملاء وبقيسها من خلال تقارير المبيعات الشهريه وعندي بدي احط نظام واضح يتضمن العرض بنظام 3D. هلا اذا جينا على الانترنال بروسيسز عباره عن اجراء البيع يتضمن اللي هي راح تكون تعبئه نماذج المبيعات من قبل الموظف لما بيجي العميل، تحديد الالوان من قبل العميل وتوثيقها على النموذج عشان تكون بشكل موثق وبوقع عليها. عندي تصميم عرض الالوان بنظام 3D وعرضه على الزبون وتوقيع عرض ايضا اعتمادها منه. يعني لما بيختار اللون نعرض له اياه وبياخذ عباره عن ورقه A3 بتطلع برنتد بوقع عليها انه هذا اللون اللي اختاره بيطلع بالرقم وبيطلع بدرجه اللون. وعندي كمان تجهيز المواد المطلوبه تجهيز الفاتوره تسليمها للزبون هاي من ضمن الاجراء اللي احنا كان عندنا. طبعا النظام بده يشمل دقيسه 95% اتمام الاجراءات بدقه تامه حسب انا اللي عرضه. عندي تجهيز الطلبيه راح تكون خلال 30 دقيقه بعد توقيع العميل على الطلبيه. وعندي انا بدي
أقيس شغلي إنه بدي أوصل 80% من عدد مراجعين المعرض وتحديد على الذين اشتروا من الذين لم يشتروا. يعني بقيس أنا من خلال طبعا بدها تكون هاي مقارنة عدد نماذج البيع مع عدد الفواتير الصادرة بقدر أبيع. نأخذ براند بوزيشنينج. بالماركتينج بلان كان عندي البراند بوزيشنينج كان عبارة عن التفرد بتطبيق هذا النظام. يعني إحنا كشركة ناشونال الآن D3 نعم كنظام 3D. عدد الألوان عندي 1200 لون. عندي الاسم والسمعة ناشونال المحتلة. الأوبريشن بلان كانت عندي عبارة عن عرض تصميم بنظام 3D اللي راح يكون البروسيس أوبجكتيف هي زيادة المبيعات وتعظيم الربحية لدى المؤسسة. The reason to create this process للتمكن من عرض ومشاهدة تصاميم الألوان الدهان التي سيتم تنفيذها قبل التعاقد وشرائها. هذا كان أساس يعني صراحة عشان احنا نوفر على العميل انه ما يأخذ دهان هو مش بحاجته. وكثير طبعا بتصير عند الناس انه بيشتري دهان وفعليا بس يروح يطبقه على أرض الواقع سوري لأنه اللون الدهان إذا تلون ما بيرجع. كان في عندنا هنا احنا اللي هي the value provided by this process هي تجنب اختيار الألوان لا تناسب مع تتناسب مع المطلوب. والحكينا fit to strategic position عبارة عن تقوية وضع الشركة في السوق من حيث المنافسين. يعني احنا ارتقينا انه احنا الشركة الأولى راح تكون في الأردن مطبقة هذا النظام. إذا أخذنا المين value chain analysis عندنا راح يكون السبورت عبارة عن HR, IT, finance و CRM. راح يكون البرايمري هو عبارة عن طبعا راح تكون اللي هي الاستقبال عرض المنتج بنظام 3D وعملية البيع والإغلاق. إذا أخذنا اللي هي البروسس أونر راح يكون هو عبارة عن اللي هو لهاي العملية هو الشو مانجر اللي هو مدير المعرض. إذا أخذنا اللي هي البروسس أكترز اللي راح يكون من فيها راح يكون عبارة عن السيلز أوفيسر والديزاينر والأكاونتنت. هلا الانفورميشن ستريم راح يكون عبارة عن مقدار البيع للعملاء. بعمل قياس لهاي الغاية. البروسس تريجر أند كنترول عدد العملاء الذين اشتروا مقارنة بعدد زوار المعرض. بعمل نسبة وتناسب. طبعا كل واحد بده يفوت المعرض بده يعبي استبيان تمام من قبل الموظف اللي كان موجود سواء اشترى او ما اشترى. هلا اشترى بيسجل انه له فاتوره بتتقارن معه، ما اشترى تمام يعني بتكون فيها بعدين ليش ما اشترى. عندنا هنا اذا كان الكاستمر هو عباره عن اللي اسك فور ابلكيشن تمام اول ما يفوت نحكي الكاستمر اللي بده في عندي اللي هي بعديها مباشره في طبعا بنزل مباشره لعند عندنا راح يكون اللي هو الاسك فور ابلكيشن تمام فورم بده ينزل تحت عندي مباشره تمام انه الكاستمر الكاستمر بده يعبي الفيل ابلكيشن فورم سوري اللي هو الموظف اللي عندنا بده يعبي الفيل ابلكيشن فورم موجود الابلكيشن طبعا. في عندنا كمان اللي هو الكاستمر بده يعمل تشوز للبينت اللي هو بالالوان ودرجات الالوان في كلها بتنزل على الفورم تعبى. هلا موبايل لما بتنزل على الفورم بده النظام يتم عرضها تطبيق هاي الالوان اللي اختارها العميل بنظام 3D ويوقع عليها ويعتمدها وترفق مباشره مع طبعا هنا مع اللي هي انتر ذا انفورميشن تو ذا سيستم تمام مباشره وترسل هاي مباشره. في عندنا اللي هو سبمنت ابلكيشن. هلا اوكي هلا لما بيتم يعني بيكون اخذنا كل شيء واعتمد العميل على اختيار الالوان وتثبيتها وكل شيء بوقع. هسه هون في عندي انا تسهيلات يعني سواء يا بدفع كاش وبتجهز له طلبيته وبدفع بنزل بدفع الفاتوره وباخذ البضاعه وتنتهي الموضوع او اذا كان بيطلب تسهيلات بالدفع بيقدم طلب اللي هو اسك فور اللي هو تسهيلات يعني بياخذ عليها موافقه بوقع الاتفاقيه والاتفاقيه طبعا بنزل مباشره بحاسب او بيدفع اللي هو بموجب ايش التسهيلات اللي تم السماح له فيها وعلى ضوها بده يسلم طلبيته خلال الوقت المقرر اللي هو 30 دقيقه من تاريخ توقيعه من وقت توقيعه للاوردر تمام وبتنتهي معنا تحت عمليه البيع. على هيك التنظيم نحكي احنا عن نظام اللي هو نحكي المعرض اللي احنا عملناه في هذا النظام بيجي رئيس مجلس الاداره مجموعه رئيس المجموعه للمعرض نعم مش للجروب كامل نعم اخذنا اللي هو ميشيل الصايغ راح يكون نائب الرئيس والمدير العام هو ابراهيم الصايغ. عندنا مدير المعرض مسؤولياته راح تكون عباره عن اشراف على كافه موظفي المعرض متابعه المبيعات اليوميه للمعرض ورفع التقارير بشكل دولي للاداره. هلا مدير المعرض بيتبع له ثلاث نحكي 3 بوزيشن تحتيه راح يكون موظف الاستقبال المعرض مسؤوليات واستقبال العملاء بشكل جيد وبعباره اهلا وسهلا وهي راح تكون مدرجه نعم يا نعم
تقديم المساعدة للعملاء وتعبئة النماذج اللازمة، التأكد من تلبية تقديم الخدمة المطلوبة للعملاء، التأكد من تسليم الطلبية للعميل خلال الوقت المحدد، رفع تقارير البيع اليومية ونماذج العملاء لمدير المعرض. هلا إذا جينا على الدعم الفني ومسؤولياته، راح يكون تنفيذ اللوحات الديكورية، الرأي الفني بالمنتجات لسهولة اختيار نوع الدهان المناسب. هلا ممكن العميل يجي يطلب أنا استشارتي بلون بناء على إشي معين. هلا أنا كموظف مبيعات احتمال ما يكون عندي القدرة، ففي عندنا خبير دعم فني موجود، هذا هو وظيفته انه يعني يعطي بسموه النصح في الالوان، درجات اللون، انه اللون الزهر مثلا ما بيزبط مع الازرق، في درجات له وهكذا. المصمم مسؤوليات القدره على استخدام برنامج التصميم 3D، الخبره في اختيار الالوان ومزجها بشكل متناسق، القدره على الترويج من خلال اللي هو اقناع الزبائن. يعافيك.